محمد عمرية يحييكم من قناة القاهرة تي في، أهلا بكم. هنتكلم النهاردة عن تاريخ إنشاء البريد المصري من عهد محمد علي وحتى يومنا هذا. هنتكلم بالتفصيل بمراحل البريد المصري، المراحل اللي مر بها والتطورات اللي حصلت من عهد محمد علي لحد النهاردة. في البداية كان الجهاز الإداري للدولة في عهد محمد علي كان مقره القلعة، وكان لما بيصعب جدا ان الجهاز الإداري للدولة يراسل الفروع بتاعته او الجهات الحكومية في المحافظات او في مناطق الصعيد او في منطقة وجه بحر. ولذلك فكر محمد علي، قال ايه ده، هو ازاي احنا مش عارفين نخاطب بعض، الجهات الحكوميه مش عارفه تخاطب بعضها. فقرر محمد علي او فكر في انه ينشئ البوسطه بمصر. قال انا لازم اعمل بوسطه تبقى مسؤوله عن نقل الخطابات بين الجهات الحكوميه وبعضها، وبالفعل عمل ده. ثم بدات البوسطه دي ان هي تنقل بقى، تستلم الخطابات من الجهات الحكومية وتوصلها للجهات الحكومية الأخرى المطلوب الإرسال إليها. وبعد كده محمد علي لقى الموضوع كويس جدا ولقى ماشي حلو، محدش بيشتكي وكل حاجة ماشية زي الفل. محمد علي قال طيب ما احنا كمان نعمم الموضوع ده، يبقى على مستوى الأفراد، اللي عايز يبعت جواب لحد برضه سهل، يبعت للبوسطه والبوسطه تاخد الجواب توديه لحد تاني. فلا، محمد علي واجهته صعوبه في الموضوع دوت. قال الله، طب ما ساعي البريد كده هيعاني كتير، يعني كده ساعي البريد هيعاني جامد، لان الشوارع كانت لسه ملهاش اسامي، البيوت ما كانتش مترقمه. فمحمد علي على الفور قال لازم نسمي الشوارع ولازم نرقم البيوت عشان نسهل على ساعي البريد انه يوصل للعنوان. وبعد كده البوسطه قامت بدور كبير جدا في توصيل الرسائل الحكوميه والرسائل للناس العاديه كمان، وبدا الموضوع يخرج عن اطار الدوله، بدا يبقى حاجه بره الدوله. بدا محمد علي يخلي البوسطه توصل البريد عن طريق البحر او عن طريق الجنود، يوصلوا الخطابات دي الى مكة والى السودان والى الشام. واتفقت مصر في الوقت ده برضو، اتفقت مصر مع انجلترا على توصيل المراسلات الخاصة ببريطانيا للمعسكرات بتاعتها او للمستعمرات بتاعتها في الهند. فكان البريد المصري هو اللي بيستقبل الخطابات دي ثم يوصلها للهند، يوصلها المستعمرات الانجليزية في الهند. وكانت مصر بتقوم بتوصيل الرسائل في مدة زمنية سريعة جدا، مدة زمنية محدش يتخيلها في الوقت ده ان هي تتم من خلال البحر او من خلال الجمال. او ننتقل بقى الى عهد الخديوي اسماعيل الذي تولى الحكم في عام 1863. الخديوي اسماعيل بعد ما تولى الحكم زي ما قلنا في عام 1863، بعدها بسنة 1864 سمع ان فيه شخص ايطالي يدعى كارلو. قالوا له ان الشخص الايطالي اللي يدعى كارلو دوت عامل مكتب وبيستقبل الرسائل من اوروبا وبياخد الرسائل من مصر ويوصلها لاوروبا، ومسمي المكتب بتاعه البوسطه الاوروبيه. الخديوي اسماعيل استاء جدا وقال ازاي الكلام ده يقلق ليه؟ من وجهة نظري أنا كمحمد عمرية، الخديوي إسماعيل قلق لسببين.
السبب الاول ان نقل رسائل شخص مش مصري بدون رقابه مصريه ممكن يكون الموضوع فيه تجسس، وممكن ده تجسس على مصر، ممكن ينقل اخبار مصر عبر الرسائل اللي هو بيوصلها لاوروبا، وممكن ده احنا كده في واحد لسه، وممكن يتجسس على رسائل الحكومات اللي بتخاطب بها بعضها ويعرف اسرار دول، فده ما ينفعش. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الخديوي اسماعيل قال ازاي احنا عملنا البوسطه في مصر او عملنا البريد في مصر ويجي واحد مش مصري ويبوظ الموضوع ويخلي الناس تبقى يعني متفككه، مش عارفه ايه البوسطه المصريه فين وايه البوسطه الاوروبيه، هل دي تبع دي ولا لا، هل دي تبع دي لا. المهم لقى الموضوع متفكك، فقال انا هشتري البوسطه دي من الراجل ده، وراح الخديوي اسماعيل طالب الراجل دوت واشترى منه البوسطه، واعلن ان هو ان البوسطه الاوروبيه بقت تابعه للبوسطه المصريه ولكن تحت مسمى جديد في عام 1865، وسماها مصلحه البريد. يناير، يوم 2 يناير عام 1865، التاريخ دوت اللي الخديوي اشترى البوسطه الاوروبيه من الراجل فيه. وقام الخديوي اسماعيل في يوم 2 يناير عام 1865 بشراء ما تسمى، او الحاجه الصغيره اللي الراجل الايطالي ده كان عاملها اللي بيسميها البوسطه الاوروبيه، اشتراها الخديوي اسماعيل في هذا التاريخ وسماها مصلحه البريد. ومن هنا اصبح يوم 2 يناير ده عيد، يعتبر عيد للبريد، ويعتبر يوم تاريخي في تاريخ مصر، ان مصر اصبح لها بريد بصوره كبيره جدا، بشكل كبير، بشكل مؤسسي عملاق. بعد كده، بعد ما سميت او البوسطه اتسمت باسم البريد، مصلحه البريد، بعد كده الحقت مصلحه البريد بوزاره الاشغال، لازم تبقى تابعه لوزاره، يبقى قطاع تابع لوزاره، فالحقوها بوزاره الاشغال. ثم بعد ذلك وضعت تحت اشراف رئيس الاحكام وناظر الداخليه، ثم نقلت بعد ذلك الى عده وزارات اخرى، الوزارات كتير منها ديوان الماليه وحاجات تانيه كتير. اعمال البريد بقى كانت ايه في الوقت ده؟ اعمال البريد في الوقت دوت كانت بيع الطوابع، وبيع طوابع الملح والصوديوم او الصودا، الملح والصودا، وتذاكر الحج كانت من ضمن برضو اعمال البريد، وتذاكر السفر بالبواخر كانت من ضمن اعمال البريد، والسندات والاوراق الماليه والدمغه والتلغراف والحاجات ايه دي كلها. بعد كده الخديوي اسماعيل قال احنا لازم نعمل مكاتب بره مصر، وبالفعل عمل فرع في اسطنبول وازمير وجده، وعمل فروع في دول تانية كتير. نقل المقر، تم نقل مقر البريد، البريد في بدايته كان في الاسكندريه، وتم نقله من الاسكندريه الى ميدان العتبه في القاهره عام 1931. وفي عام 1934 تم عقد مؤتمر عالمي للبريد، مؤتمر الاتحاد البريد العالمي، وتم تكريم مصر، لان مصر في ذلك الوقت كان لها دور رائد ودور عظيم في عمل البريد على مستوى دول الشرق، بل وعلى مستوى دول اوروبا ودول اسيا. وفي عام
1966 أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرار جمهوري بإنشاء الهيئة العامة للبريد. وفي عام 1982 صدر قانون رقم 19 بإنشاء الهيئة القومية للبريد لتحل محل الهيئة العامة للبريد. وأصبح من هنا البريد عملاق في عالم البريد أو عالم المراسلات العالمية، ومن أفضل المؤسسات البريدية في العالم، وتطور بشكل كبير وتقدم وأصبح بيقدم خدمات لا حصر لها وتطوير مستمر لا حصر له في البريد المصري. وهذا يعد إنجاز صنعه المصريون كما صنعوا التاريخ والحضارة من قبل. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.